يا جماعه ابوه تاني مش هيمشي معايا، انا ليه حق بالقانون، هاخده بالقانون، اهلا وسهلا، مش هاخده بالقانون، اقسم بالله لغايه اخر يوم في عمري مش هسيب حقي. روح يلا العب غيرها وما تجيش، وبجمل تيجي ميت حاجه اتقالت وما فيش حاجه كمل. لا انت عبد الغني التافه، يقول لك دي افلام، افلام يا وجدي، هوريك انا الافلام، هنتف لك دقنك شعرايه شعرايه. والله العظيم يا حسن ما انا سايبك، والله العظيم يا خطيب ما انا سايبك، والله العظيم يا كل شجع الجمهور دون وكل ألم ملوث عمل التعصب الأعمى دون أنا ما انا سايبك. حازم إمام مش تصف الأول موقفك بتاع عقدك المزور لما رحت أندونيسيا كنت رايح إنك هترجع لي مجانا يا حازم، وعقدك الزور عندي الأصلي والمزور، وسيادتك حضرت 6 مليون جنيه من النادي من غير وجه حق. كلامك وعمال على بطال، اللي بيتقال بتغير فيه يا شوبير. من المرة الأخيرة بحذرك، عشان أنا لو اتكلمت، أنا بكلمك في الحياة وقناتك، لو اتكلمت يا شوبير والله العظيم ما هتنزل من البيت. وفر على نفسك اي كلام علشان تسلم. بكره ان شاء الله بامر الله ستقام دعوه حجر على ممدوح عباس، لانه لا يصلح ان يكون، مش رئيس نادي الزمالك، لا يصلح ان يكون بني ادم موجود في هذا الوطن. لو متهيئ لك هرجع تاني تبقى بتحلم. أنا ضد مصر النهارده مفيش حكايه، هتعب من بعدك بس انا تعبي فارق، ارحم من تعب اللي انا شفته على ايديك يا ممدوح. عيب بقى اسيب نادي الزمالك، دمرته اجتماعيا، عمال تشطب في الاعضاء. ده ممدوح انا بسخن كده بسرعه، ده لسه الورق بقى معايا، ده لسه عمرو سعد لما يجي ونقعد بقى، ولسه منى الشاذلي وعمرو اديب، ده انت بضحكك هتبقى بجلاجل. هعمل لك تكتيك كده مش هقول عليه طبعا دلوقتي، بس في الاخر اصحابك في طرق عايزينك. كلامنجي قوي وبتحب تبان، واحد غلبان وانا باجي عليك. لكن عندي انصار، والانصار دول فيهم الباشا الوزير وفيهم المواطن البسيط اللي مرتضى بالنسبه له حاجه كبيره، فانت بقى يتصرفوا معاك. هتقول لي اصل انا مش عارف عضو فين، الكلام ده الناس البسطاء ما بيعرفوش الكلام ده. انصاري لن يسمحوا بقله ادب. لو انتوا عايزين الانتخابات تبوظ، ولو اتفقنا بقى ان في انتخابات لينا كلنا، عايزينها تبوظ، استبعدوا مرتضى. مفيش ادب والدوله مش قادره عليه، عندنا بقى بشالوش ومدغمر والناس دي. روح يلا العب غيرها وما تجيش، وبجمل تيجي ميت حاجة اتقالت وما فيش حاجة كملت.